المنتخب او لقاء المنتخب الوطني الودي بعنابه في ملعب 19 ماي بعنابه امام منتخب تونس يوم 20 جوان. نمر الان للبطوله الوطنيه وما يحدث مع سلك التحكيم في كل اسبوع دائما مع احترافيه قناه الهداف. نحن لسنا مع اي طرف لكننا نؤكد في كل مره لما يخطا التحكيم نقول اخطا مع فلان او مع علان. قبل الحديث عن الأخطاء التحكيمية الكارثية التي تتواصل مرة أخرى كل أسبوع، البطولة الوطنية الأمور بدأت لا تتضح تماما فيما يخص البرمجة. قبل الحديث عن الترتيب وعن النتائج اليوم بعد أن موجود في المنتخب الوطني الرباعي اتحاد العاصمة، البطولة قد لا تنتهي يوم 4 جويلية يا سامي العماري. الأمور الآن الدربي العاصمي المقرر أيضا يوم 16 جوان سوف لن يلعب بين المولودية والاتحاد بما أنه كان 4 لاعبين أساسيين تاع فريق اتحاد العاصمة. هل سيقبل الاتحاد أن يواصل البطولة؟ نذكروا أنه الفريق الأكثر تواجدا أو الأكثر إجراء للقاءات شهري جوان وجويلية. تعطيني الترتيب سيوضح كل شيء. اليوم وحنا رانا واحد الفاتح جوان، الفريق يلعب يوم 3 جوان المباراة الأخيرة في المنافسة القارية. شاهدوا اتحاد العاصمة عنده 21 مباراة فقط، الناس راهي في 24 مباراة لكن اتحاد العاصمة عنده 21 مباراة، مازال له 9 مباريات يلعبهم في شهر جوان ولو برومي لو 4 جوي بمعدل لقاء كل 3 ايام. لكن بعد ما خداو له 4 لاعبين للمنتخب الوطني كيف سيكون الامر سمير؟ مشكل كبير يعني الاستدعاء تاع 4 لاعبين يتخلط خلطه كاع مع البروغراماسيون. الان انت تكلمت على اللقاء تاع 16 جوان ولكن هناك لقاء ثاني يوم 3 لقاءات 16 فوالا 16 لا 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 لا, لا, لا. كاين لقاء قبل يوم 13 على ما اعتقد، كاين لقاء يوم 13 ممكن 13 يمكن يمنح لهم يخليهم يجوا في يوم 13 ولكن لقاءين تاع 16 و19 باين بلي سوف سي اتحاد العاصمه تقبل تلعب بدون 4 لاعبين. هذا ما على بالناش ولكن شوف سمير ممكن تروح البرنامج تاع اتحاد العاصمه يلعب يوم 3 جوان نهائي، بعدها يلعب يوم 6 بعدها يلعب يوم 13 بعدها يلعب يوم 16 بعدها يلعب يوم 19 3 ماتش يزيدوا يروحوا. انا حبيت نقول لك ممكن ان الناخب الوطني يخليهم يلعبوا يوم 13 ولكن 16 و19 امبوسيبل باسكو كاين مقابلات. كيف يخليهم يوم 13؟ يجوا يلحقوا 16 اون روتار ما فين نديروها ولكن اللقاءين تاع 16 و19 اذا اتحاد العاصمه ما قبلتش تلعب بدون الرباعي هذا فالمشكل في لا بروغراماسيون يخلي الشامبيون حتى لا فان جوي بالك. سمير جو بونس جي انا في نقول كاينه فرضيه باش اتحاد العاصمه يقدر يلعب بدون لاعبين. شنو هي الفرضيه؟ نظن لو اتحاد العاصمه يفوز بكاس الكاف ان شاء الله يضمن يعني مشاركته في كاس الكاف الموسم القادم وبالتالي مباريات اللي معنا حتى انا باللي هذوك المباريات يقدر يلعبهم بدون سوف سي فوسيل شامبيون. سي فوسيل شامبيون كيف تروح تلعب انت مع لقاءات كاين الناس تلعب على البقاء مي بصح تلعب الفريق الثاني واش يقول لك دوك هو ربما يكون على بوروسيا دورتموند تكون كونتاكت بيناتهم بين لا ليغ دو فوتبول لاماتور مع شهيد عبد الكريم ادوار باش ربما يسيو ويريقلوا هذا البروبليم. قال اسكو تقدر تلعب بدون لاعبين باسكو انا قلتها لك لو كان يفوزوا بالكاس راهم يتاهلوا تلقائيا يعني الى لكن دوك ولا بن شيخه عنده ان اوبجيكتيف باش يكمل البوديوم باش يلعب رابطه ابطال هذا امر واحد اخر. نعم لان رانا نشوفوا 32 بوان افيك كيلكو ماتش بوان عندهم 9 مباريات سي 27 بوان صافي يقدر كل شيء ممكن يقدر باسكو قبل تكلمنا على هذا شكون يلعب العام الجاي شكون ما يلعبش نتكلموا عليها بعد قليل. بارك الله فيك نتكلموا عليها بعد قليل. نروحوا للاخطاء التحكيميه سي علي بن شيخ، هل اصبح التحكيم حديث الجميع في كل جوله من بطوله المحترف هذا الاسبوع؟ فريق اخر كنا هنا في هذا البلاطو دفعنا على فريق شبيبة الصاورة وفريق ونادي مقرى بعد الذي حدث في تيراج الصور، لكن بعد الصور اللي شاهدناها أمس احنا كما قلت هنا نتعاملوا باحترافية كل فريق نشوفه بأنه
ظلم تحكيميا او الفريق هذا استفاد تحكيميا نتكلموا عليه في هذا البلاطو. صراحه ما شاهدناه امس في لقاء شباب بلوزداد امام نجم مقرى في ملعب مقرى يندى له الجبين تحكيميا، اقول تحكيميا لانه حتى التلفزيون العمومي لم يتمكن من تصوير حتى لقطات من اللقاء بسبب تخريب المنصه هذيك اللي كان من المفروض تكون تاع الفار. غضبوا الناس في مقرى لماذا لم يلعب اللقاء هناك، لكن ما شاهدناه غير طبيعي تماما. اعطيونا الصور نشاهد هذه الصور للمباراه، هل يعقل انه هذا الهدف هدف في وضعيه تسلل؟ يعني كيفاش تسلل هنا يا فهم؟ انا ما فهمتش، انا ما نعرفش كره القدم. اذا الهدف هذا ماشي فيه سامع رشيد بالعقل بك نشوفه شوف الجوار او ديبار دو بالون، خليها تمشي او ديبار دو بالون. جوار راهو كاين لاعب، راهو كاين لاعب تاع مقرى من هنا، ما كانش كاع اورجو، ما كاش اورجو. الحكم هنا كان بوترعه والزملاء تاعو، لانه هنا اللي رفض جوج دو توش، الناس ولات هذو اللي جوج دو توش اللي ولاو دايرين حاله. تبع مليح لاكسيون، خليها تمشي، خليها تمشي يا ابو علي من فضلك. شوف الاربيت اللي دار هنا، شوفوا كي لو كو داي تاعو فان لو جوج دو توش. خليها تمشي يا ابو علي من فضلك. بون وضعها ما كانش وضعيه التسلل. هنا راح نشاهدوا ما قاله أو صورة توضح وضعية الحكم المساعد. أعطينا الصورة إذا كان بالإمكان. واضحة واضحة أبو علاء، مكان العودة. شوفوا وضعية الحكم وشوفوا اللاعب تاع شباب بلوزداد وشوفوا اللاعب تاع شباب تاع نادي مقرى. يعني سي فلاغرون، هدف شرعي يتنحى هكذا. يا سيدي رئيس لجنة التحكيم سيد جمال حمودي، كنا تلاقينا هنا في البلاطو، كنا نتمناو مع نهاية الموسم هذا لا يظلم أحد. احنا قلنا اللي يهبط يهبط في المستطيل الأخضر، اللي يحكم يخدم لي زاربيت دوكا هكذا عندهم الحق، اللي يقول لك أنا لو كان ما نخدمش لاربيت ولا ما نديرش هذه الأمور الأخرى ويخدم، والنتيجة تقعد هكذاك، النتيجة اللي يصفرها الحكم في نهاية المباراة. صورة أخرى تظهر في هذا اللقاء تاع نادي مقرى أمام شباب بلوزداد، ضربة جزاء شرعية يا سيدي الحكم، أمام واضحة وضوح الشمس داخل منطقة شاهدوا جيدا الكرة لمست يد اللاعب تاع نجم مقرى، لكن الحكم لم يحرك ساكنا وزاد عطى بطاقة حمراء لدراوي بسبب الاحتجاج. حمراء ديريكت ولا دوزيام كارتون؟ والله ما انا ما كنتش في الملعب. بالك دوزيام كارتون، علاش تعطي له بطاقة؟ راه يضرب الجزاء يا اخي. سي فري سي فري، ما تعطيلوش ميم با ميم دوزيام كارتون، ما تعطيهوش شرعية الى الدروا دو كونتيستي. اعطينا صورة، فيه صورة تظهر الكرة كيفاش لمست. هاي الصورة تظهر الكرة لمست كما شفناها في ملعب الدار البيضاء في لقاء شبيبة القبائل. هذا الشيء حتى لما كان يكونتيستي دراوي يشوف الكرة وين راهي، راهي في يده. صراحة اللي يحدث علي بن شيخ مع نهاية كل أسبوع أصبح ممل، وأصبحت مسرحية مكتملة الأركان. يعني بيس تياترال، كل خطرة تخرج لك، يخرج لك حكم وخط حكم التماس يخرج لك بطريقة كما هذه. والله ما فهمتش يعني الان راح نتاكدوا بانه ماشي اللي حيسقط ولا اللي راح يلعب كذا هو هايلك. هنا ضربه الجزاء لم يتم معناها بعدها مباشره بطاقه حمراء، لا بطاقه صفراء ثانيه. عندك الحق عندك الحق. وبعدها زاد في الكلام شويه روش ديركت كارتون روش كارتون روش. صراحه هذو صور لفريق شباب بلوزداد، حكم التماس هنا لم يعلن عن شيء. علي بن شيخ ما رأيك فيما يحدث في ملاعبنا كل نهاية أسبوع؟ أنا رأيي محيرني واش قلت أنت يا سي رضوان، حيرني كي قلت يفوصي والشامبيونة. إيه بيان سي تفوز. على ليسما لو كان ما يلعبوش كيما قال رشيد، وسوي داكور معاه سي أون بوسيبيليتي. يدي لاكوب دو لاكاف يقول لك أنايا نلعب العام الجاي كومبيتيسيون. أنت قلت هكذا يفوصي والشامبيونة. هذا سي كوا؟ او كونترير، انا هنايا لي دو ما شفتش البيت، شفت بلي كاين اورجو سمش، ممكن لاربيت دو توش جيناتو سمش، وهنايا ماشي بيناتي، البالون قاس في يدو، بالون قاس في يدو ما كاش بيناتي، دونك لاربيتراج ايتي في المستوى هذا هو. ها شوف البالون اللي قاس في يدو هذا ما كان، سي كوم سا. حبيتو شامبيونا مضحك، رانا في المضحك. لا شامبيون مضحك تعوج المضحك مضحك، ها شامبيون تاع المضحك.
سي فريمون باك سي في بعض في بعض فلاغرون رشيد سي فري سي فري في بعض الاحيان لان في بعض الاحيان ما كتحكي بريال هذا الشيء بلو يا با دو رياكسيون سيفير بلي شي يزيد يكثر ولهذا انا كاع راه ميديرو هكذا وكاع كاع قال لك طاق ام يقولوا طاق على منطاق لا طاق على منطاق ام يقولوا هكذا بالرايخ يسمعوا كلش ما حاجه ما تخبى يقول لك طاق ام يقولوا طاق على منطاق ام يقولوا هذه هي الشامبيونه وجد وهذه هي الشامبيونه وجد شكاره صح احنا واش راح نقولوا انا انا وليت نقول لك انا هذه لي انا ماهيش بيناتي البيت كان اورجو كان تخبالو من اللور ومن بعد كي باصالو عاود خرج من هنايا هذا هو هكذا سمير هذا هو